يامو 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 انا اليوم بدي اصير عروس. هديك المدرسه ما صارت عروس اليوم انا بدي اصير عروس. تقبري والله لساويك عروس للصبح. روحي روحي هاتي طنجره. يلا هاتي هاي ماشي الحال. يلا يا غنيله. عريسنا على العسكر اوه دوبوا له القطر والسكه اوه وان شاء الله قلب امه يتعكى. والله يا جماعة ما قدرت أقبل الحكم ده، عنده اجتماع وبصراحة سرايا قايمة قاعدة. هاي الحرب وأحوالها يا حسرتي ما حدا لحدا. ونحن رحنا على الإشلي بس ما حضينا فيه. خلص يا جماعة خلص، قلنا لكم حطوا إيديكم ورجليكم مي باردة. سالم بيك قالنا روحوا واطمنوا وإن شاء الله وضع خلال يومين ثلاثة بيكون ببيته. لا بقى تروحوا لعند حدا ولا تشوفوا حدا مشانه، خلي الموضوع بيني وبينكم على الستر والسلامة. معناته خلص يا جماعة ما في مشكلة، نصبرنا يومين. عدلين السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. خير يا نصري شو في؟ فرس المرحوم أبو أدهم ماتت. شو هالحكي؟ يا سيدي الفرس بعد خيالها موتتها أولادها. إنه شو هالقصة يا جماعة بهالحارة؟ ليش هيك عم يصير معنا؟ يحتك حريش الشغلة. شبك يا أبي مهموم؟ لا ما في شيء، يعني شغلة ابن عمتك بزعجتني شوي، إنه أمه وأبوه بالحي وبالبيت ما في غير الحريم. لا وراح تجوز جوازة تاني. يلا بركي إن شاء الله بكرة بيرجع. لوين بدي يرجع يا أبي؟ وضع خلص سفرون بارع على الترعة، أخذوا أكثر من 500 عسكري بالببور لهنيك لأنه قال الحرب حميانة كتير هنيك، بنزلوهم شرق الأردن ومن هنيك بيكفوا مشي بقى. شو هالحكي؟ عالترعة؟ ايه عالترعة. لعمة معناتها سالم بيك عم يكذب علينا. لشو دخلوا سالم بيك؟ لك سالم بيك مبارح الصباح قال انه حيفكوا من العسكرية ويرجعوا على بيته لانه وحيد. ليش انا ماني وحيد يا بي؟ بلا بس انت وحيد القرن. عمي بدي احكي معكم كلمتين. تفضل. هذا الحاصي صار أماني برقبتكم ها؟ اي نعم اي نعم. مثل ما بتعرفوا أبو وضاح راح تيسر على الحج الله يرده بالسلامة. آمين يا رب العالمين. وابنه أخذوه على العسكر. معلومكم أبو وضاح مفضل على الحارة كلها. مزبوط كلامي ولا لا؟ اي والله صحيح. اي والله صحيح. وشو بيقولوا يلي بينسى الفضل المعروف بيكون ابن حرام. والله مزبوط. طيب طالما بتعرفوا إنه هو مفضل عليكم فهلأ فرصتكم يومكم بدكم تردوا له هالجميل. شو كلامي صح ولا لا؟ والله مزبوط عم تحكي كله والله. صح تمام. وما جزاء الإحسان إلا الإحسان. والله يا جماعة شو ما عملنا ما بنحسن نرد ربع جمال المختار علينا. الزلمة فضله على راسنا من فوق للممات. رويدة خانوم معلش نام عندك اليوم؟ ما بدي حدا ينام عندي.
رويدة خانوم أنا بخاف بالليل. شو بدك تخافي؟ أخي رشدي نايم بالمضافة. لا تخافي. الله يخليكي، خليني نام عندك. أنا بشوف يا حجة عبدو إنه أنت والحجة عبدو والحجة موضاح تنزلوا عالشام بالبقبول، وأنا بضل هون لأوفي الندر وبعدين بلحقكم. لا ما بتركك ابن عمي يو. لا صار حدا بيصحله يكون عند الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني حدا بيصحله يكون عند الرسول وبيقول لا؟ مظبوط هذا الحكي ولا أنا غلطان؟ والله العليم إذا الله بيقسم لنا نرجع مرة تانية ولا لا؟ إذا الله منادينا بنرجع إن شاء الله. شو وين الحجة علي خانوم؟ الحجة علي صار لأصحابه. شو هالحكي؟ ومين هالرفيقة هاي؟ في جماعة مصاروي عندهم بنت من جيل عليا، قاموا ترافقوا سوا. قلتلك الحقيقة بتستري علي وتحافظي على السر؟ حقيقة شو؟ حقيقة قصتي أنا والمعلم وضح. الحقيقة مبينة أشكرة، ما في لزوم تحكي لي عن شي. شلون مبينة؟ رويدة خانم، رويدة خانم، والله يا شباب سمعتلكم سمع ما بصير الخاطر بنوم. خير شو سمعت؟ سمعت انه بدنا ننقل الالاي تبعنا على بلاد تركيا وجيبوا بداله الالاي من هنيك. وليش بقى؟ بتعرفوا يا شباب انه كل الالاي عنا من العرب وهن ما بيثقوا فينا ولا بيأمنونا، وخايفين من الشريف حسين يتصل مع الانجليز ويتفق معهم، ساعتها كل العسكر رح يهربوا وينضموا لجيش الشريف حسين. ما سمعتوا الانباشي سعيد عم يقول انه في كتير ضباط وعساكر هربوا من الجيش؟ وامتى رح يسفرونا يا ترى؟ والله يمكن عن قريب. ترى الأيام رح تجمعني بأهلي ورويدة ولا خلاص راح اللي راح؟ يا ترى أهلي رجعوا من الحج ولا لسه؟ وين البحر والليوان؟ وين الفارس والميدان؟ وين رجال الما بتنهان؟ وين الألفي والمحبي؟ وين النخوة؟ يا خسارة شد وياحي.